قد كل هذا المجهود والخدمة اللي خدمها، وش تقدر تقول له؟ في الحقيقة مانيش راح نكرمو فنان ولا راح نكرمو رياضي ولا راح نكرمو روائي، ولا اليوم راح نكرمو واحد مد بزاف، أكثر من روائي أكثر من الفنان أكثر من الرياضي لهذه البلاد، مد للشعب الجزائري بزاف. اتحدى أي واحد يقول لي ما نحبوش، سواء كان كبير صغير امرأة راجل، كامل نحبوه، ويعني خدمته يمد يعني خدمة في المستوى، خدمة كبيرة بزاف. ربما توافقني الرأي لو نقول لك بلي الخدمة نتاعو هذه ربما مرتك ما تخدمهالكش، باباك ما يخدمهالكش، خوك ما يخدمهالكش، خالك ما يخدمهالكش، لكن هو خدمها. وربي إن شاء الله يكون هذا التكريم في مستواه الكبير يعني. شكرا ويعطيك الصحة وبارك الله فيك، وتفضل معي باش نكرموه. ولا كيفاه، ولا تعرفوا تكرموا غير في الجديد والبراني، هاو جايك مشتا. شوفوا انا هاي زحاي، شوف انت جاي منين وانا جاي منين.